تهنئة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل. كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق كابتن أسامة، وتهنئة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الأهلي العظيم. طبعا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني أعلى سلطة في مصر، على طول متابع وبيهني النادي الأهلي على إنجازه الكبير وتتويجه بالبطولة للمرة ال 12، فشيء يشرفنا ويشرف الكرة المصرية لما الناس تحس إنه أكبر سلطة في البلد متابعة وبتقدر الجهد اللي بيتبذل. فنشكر فخامه الرئيس طبعا جدا، وايضا التنويه بتاع الشكر الخاص اللي سيادته توجهه لفرقه الترجي، فعلا كل الاحترام والتقدير لفرقه الترجي تونس الشقيقه يعني، وهي ليها معزه خاصه في قلوبنا احنا كمصريين، بنحب الدول المغرب العربي بصفه عامه وطبعا اكيد كل العرب يعني، فبرضو أدوا أداء مشرف، هارد لك ليهم وألف ألف مبروك، وبنشكر فخامة الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي. كابتن عادل، تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر دعم للرياضة المصرية. أكيد طبعا يا كابتن، الدعم الكبير لكل الإنجازات بتبقى الدولة المصرية، النادي الأهلي أو نادي الزمالك، كل الأندية كلها بتشتغل لصالح اسم مصر، يعني حتى التتويج لما بتتوج ببطولة أفريقيا فخامة الرئيس يبعت تهنئة لنادي الزمالك ويبعت تهنئة للنادي الأهلي، ده حاجة طبعا بيديها دفع للأمام كمان، لأنك أنت مطالب منك أنك ترفع اسم مصر عاليا يعني، وعقبال إن شاء الله المنتخبات لما منتخبنا يروح كأس العالم وجميع الألعاب في الأولمبياد تبقى حاجة كويسة قوي، فأكيد ده ثمار الجهد اللي بيتعمل من كل منظومة، يعني من المنظومة كلها وعلى رأسها فخامة الرئيس، ونتمنى الإنجازات دي دائما تبقى موجودة، نتمنى إن احنا كل يوم يعني هنئنا فخامة الرئيس يا رب ببطولة يعني إن شاء الله. كابتن شريف، تهنئة خاصة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخليك تشيل حمل زيادة ان انت تحقق بطولات لمصر اكتر واكتر واكتر كعادتك دائما النادي الاهلي. طبعا تهنئة السيد الرئيس دي وتهنئته لنادي الزمالك كمان ده شرف كبير وعظيم، وبنشكر سيادة الرئيس على كل الانجازات اللي هي موجودة دلوقتي، اذا كان هو بيهنينا النهاردة احنا عايزين نشكرك كمان على تحملك المسؤولية الكبيرة اللي احنا فيها دي كلها والانجازات اللي احنا بنتفرج عليها، ومصر الحديثة اللي احنا وراك رئيس فيها وهنبنيها معاك بإذن الله. ربنا يدينا البطولات ويدينا أحلامنا كمصريين كلها في وجود سيادتك. ألف مبروك.